صباح الخير لكل يلي عم يتابعونا. بنوصل لفقرة واتس كوكينج. مثل ما من هيك بلشنا هلا اول جمعه من زمن الصوم، اكيد رح قد فينا نفيدكم باكلات هيك كلها من الخضره القواطع، خرج هيك تنحط على الطاوله. اليوم رح نعمل ثلاث اصناف من المازة السخنة طيبين. رح نعمل أكيد الأكل الأساسية رح تكون القرنبيط بالطحينة المشوية بالفرن، أكيد رح نعملها تتبيلة بتطير العقل، رح نحط الطحينة كمان نتبلها بالطحينة ونرجع نحط كل هالأعشاب على الوجه. عنا الأكل الثانية هي رح نعمل العجة، عجة الكوسة. مزبوط توني، معك حق، صلحت لي. هيدا الأكل الثاني، العجة بالكوسة والبيض. رح نعملها، نحط بقلبها أكيد البصل، بندورة، شوية كزبرة، حصتهم واحد. والأكل الثالث هي رح نعمل باذنجان بالسمق والزعتر. هيك دغري على سريع خلينا نبلش أنا وياكم، لأنه عنا كتير شغل اليوم. رح نبلش أنا وياكم بالأرنبيط. رح فرجيكم الأرنبيط يلي عملها أنا هلأ هون. أنا شاوي حبة الأرنبيط، عمل بقلبها تتبيلة. التتبيلة هلأ رح نعملها قدامكم، لأنه نص التتبيلة رح تكون بقلب الأرنبيطة تنشويها بالفرن، والنص التاني رح نرجع نحطه على وجهه. يعني قسم منا رح نكون تبلين فيها الأرنبيط، القسم التاني رح نحطه على الوجه من فوق من بعد ما نعمل الطحينة. هلأ أنا عملها تقريبا 3 أرباع خبزة، رح أرجع فوتها على الفرن بحدود 5 دقائق تنخلصها على الآخر، بنكون حضرنا لها الصوص تبعها. يلا عندي هون بدي كزبرة مفرومة ناعمة. هلا رح نعمل التتبيلة اللي قلت لكم عنها، يلي حطينا بقلب الأرنبيطة. مثل ما شفتوا الأرنبيطة حطيتها بالقلب، حاطت التتبيلة بقلبها لتهدى جواتها، لأنه إذا حطيناها وميلت برا أكيد ما رح نستفيد. هيك كل الأعشاب وكل الثوم والزيت يلي حطيناه بقلبها رح يفوت على قلبها، رح يستوي جواتها تطلع أطيب. عندي هون بصل هندي، بدي حص ثوم واحد. انا هون زيت شويه صويا، بدكم فيكم تستبدلوه تحطوا حامض كمان ما في مشكله، بيطيبها صويا بيطيب بقلبها. زيت زيتون، نحركها كلياتها سوا. هيدي هي التتبيله، اكيد بنحط ملح، بهار ابيض. عندي الملح هون حدي لكينا. هيدي تتبيلي هلا يلي بنرجع نحطها على الوجه من بعد ما نشيل حبه الارنبيط، نقصها نفرمها نطلعها شقف، نرجع نحط هالتتبيلي على الوجه. لكينا نصها بقلبها ونصها رح نحطها نية على الوجه. خليها هون حدي على فرد ميل. رح نعمل هلا صلصه الطحينه بالاورنج، كثير بيطيبها الليمون لصلصه الطحينه، بيعطيها حلا طعمه طيبه. رح نحط الطحينه كمان بقلبها مثل ما لاحظتوا قد بعضهم. عندي شويه زيت زيتون كمان، ما نكتر كثير زيت زيتون لانه مشبعه جدا هالاكله بزيت الزيتون. شفتوا التتبيله اخذت كثير، تتبيله الاعشاب. عندي الملح وعندي بهار الابيض. نطحن، ما نضيف شوية مي، ما ننتبه على طول انه مجرد ما نكون في طحينة لازم نحط شوية مي لما تقرش معنا، لأنه الحامض والطحينة دغري بيخلوها تقرش. يلا بعد شوي صغيرة. يلا خلصت الصوص، لكينا الأرنبيطة بالفرن، صلصة الطحينة جاهزة، التتبيلة جاهزة. صرنا هيدي أول أكلة ما علينا إلا بس نطبقها ونحط شوية أعشاب نرجع على الوجه، مزينة بشوية فجل على وجهها كمان تطلع رائعة جدا، شكلها حلو، طعمتها طيبة، هلسي أرنبيط. كثير عم نعتمده هالفترة بشكل عن جد فظيع، خاصة مش بس بلبنان، كل دول العالم صار الأرنبيط هلا مستحب كثير. عم يستبدل بالرز، سبق وعملنا حلقة عنه كيف استبدلنا عملنا الأرنبيط المشوي ورجعنا طحناه يكون بديل على الرز. لليخانات فينا كمان نستعمله، أخف أطيب
وصحي جدا. يلا هون شو رح نعمل؟ بدي بلش انت لتعمل الباذنجان، صلصه الباذنجان يلي هي مؤلفه عندي من الزعتر، السماق، السمسم، يعني فيكم تقولوا كثير قريبه لخلطه المنقوشه، بس نسبه السماق فيها رح تكون اكثر من المنقوشه. يعني لاحظوا السماق هو اساسي فيها، يعني زيت نسبه الزعتر رح نكون عم نحط سماق بقلبها. وهيدا الزعتر مع السمسم، بدي زيد لها كمان السمسم زياده فيها، يعني خليه يكون مبين السمسم طاغي والسماق طاغيين على الزعتر، يعني مثل كانه عم نعمل خلطه المنقوشه بس بالعكس، يعني معكوسه، معكوسين الكميات. زيت زيتون، خليها هون، ملعقه توب، كمان صارت جاهزة. بدنا نحط الملح. أنا الباذنجان شويها مثل ما هي بالفرن، شققها اثنين، شوفوا كيف صارت من جوا، بتضلها بيضة. حرارة الفرن لازم تكون كتير عالية مشان ما تسود معنا الباذنجان. هيك بنكون تقريبا صارت معنا ناشفة، ما فيها زوم بقلبها، مجرد ما نشقها ما فيها زوم، تفتح منها لحالها، وهيك بتكون دغري ردي انه نحن دغري نقدر نطبقها ونحطها نسكبها بالطبق يلي نحن بدنا نعمله هلا. يلا خليني اجيب خشبة التقطيع، بدنا نخلي نحتفظ بورقة الباذنجان، يعني كثير مهم نحتفظ فيها لورقة الباذنجان. ليه؟ لأنه بدنا نرجع نسكب عليها، يعني رح احط هون الفخارة، رح خلي هون ورقة الباذنجان حدها على فردمال لنقدر نسكب ونزين فيها، لأنه شكلها هيك تعطينا علامة جودة عالية، بتبين إنه الباذنجانة عن جد طازة عم نستعملها. نشيل القسم الثاني من القشرة، انتبهوا على إيديكم، نحن معودين ما ننتبه كثير على قصة إنه ما نحرق حالنا. شلنا القسم الكبير من القشرة، تمام. هاي الباذنجانة عندي جاهزة، خشبة تقطيع، خلي حدنا هون القطع، نفرمها كلها هيك شقف، نخلي شايف الباذنجانة مثل ما هي، ما بدنا أكيد ننزع الشكل تبعها، بدنا مشحاف احسن، هيدا اكبر نستعمله هون. يلا بنحطها لا نسكبها، نحمل اول قسم منها نتاكد انه لما تقلب معنا، بنحطها هلا بنرجع بنظبط البقيه، نخلي راس الباذنجانة، نحط الباقي عليها من هون على الوجه، شكلها حلو، موجود عليها هالقشرة، الزعتر هيك على وجهها، وزعه كيف ما كان، بدنا ننتبه الزعتر قوي، يعني بدنا نوزعه توزيع، إذا بدنا نخففه أكيد بدنا نزيد نسبة الزيت أكثر بقلبه. بينما نحن لا، بدنا اياها تضل هيك شقف، ليكوا الشكل شو حلو، بزياده بزياده زعتر تطلع معنا جدا حدي. عندي هون شويه زعتر اخضر بري، بنحطه كمان على الوجه، بنشكشكهم هيك، قديه بتبين فريش طازه. بيرجع عندي هون بالاخر بنحط شوية رمان على وجهها، رائعة شكلها توب، قديه سامبل، قديه هينة، قديه بتنعمل بسرعة. يلا شوية زيت زيتون بعد على الوجه، زيت زيتون، كل ما زدنا زيت زيتون على هيك أكل كل ما أطيب، كل ما بيعطينا هيك طعمة الزيت زيتون، خاصة لما يكون زيت زيتون الطيب الحد البلدي،
يلا رح خليه هون، بدي شيل القرنبيط انا هلا، خليني لحق اعمل القرنبيط على السريع نفرمها. ريحه ولا اروع، والصوت كمان صح، في احلى من هالروايح خضرة روعة. نقصها كلها نفرمها كيف ما كان، لاحظوا بعدها كتير سخنة، كتير مهم تكون هيك سخنة، تبس هلأ نحط معها الطحينة، تقدر دغري هالطحينة تفوت على قلبها تاخد الطعمة منها. يلا جات كبير حطه قدامنا، خلي السكين حدي هون، حطهم كليتهم بالجات. الطحينة هي سخنة، ضروري نحط الطحينة معها دغري، ملعقة نتبلها كلها سوا. يلا جات الثانية بعدها سخنة منيح، ننتبه ما نحرق ايدينا. شربت منيح من الطحينة، الحلا تبع الليمون كتير بيطيبها كتير صدقوني، ما بتستتقلوها لانه خففنا قوه الطحينه، الطحينه والحامض اثنيناتهم مع بعضهم بتعرفوا يعني التراتور عم نعمله يبقى كتير قوي، مش كل الوقت بنقدر نتقبل الطعمه لحده، على طول الليمون بيخفف من الطعمه بيعطيها هيك طعمه اخفف. خلينا نقول انا هون محمص زيت لنبلش نحضر نعمل العجه، عندي هون شويه كزبره نرشهم هيك على الوجه، كزبره خضراء طازه، عندي ورقتين نعنع، لاحظين على طول النعنع بيبقى مغطى بورقة تنمنع عنه الرطوبة كمان على الوجه، وعندي حبة فجل هيك لزينة بكسر لها لونها، نقصها سلايسات. في أحلى من هيك أكل عن جد، خفيف ونضيف صحي طيب، خلش صوم ومنتوجنا اللبناني رشة سمسم على وجهها، فينا نستعمل سمسم نعمل رشة سمسم على وجهها لأنه السمسم هو كمان عم نستعمل الطحينة، فينا نعمل رشة السمسم عليها. يلا رح ننتقل هيك قبل ما يخلص وقتنا ونفوت على البريك، نكون أنا عم بحمي الزيت لفرجيكم كيف رح نعمل العجة، عجة الكوسة. بدي أخذ بيض، عندي البيض البلدي رح خليه حدي هون دغري، جات نعنع بدي بعد استعملهم لزينة، عندي بيض البلدي. ليكو هالبيض البلدي شو حلو، ليكو الألوان يعني كل يعني معناتها بس نشوف هيك هيدي الألوان تبع البيض، معناتها البيض مش من فرد فصيلة من الدواجن، يعني كل فصيلة من الدواجن تعطي لون من البيض، لون معين من البيض أوكي، بس شرط انه يكون بلدي، وبتعرفوا الحبة البيض البلدي كتير صغيرة، هيدي علامة الجودة تبع البيض البلدي، ما لازم تكون كتير كبيرة. ليه؟ لانه البيضة البلدية بنسميها كمان حتى الدجاج اللي بيبقى عايش عم بيرعى بالحرش، بيطلع البيض تبعه لونه اصفر من جوا، اصفر فاتح ليه؟ لانه منه معلوف على الحبوب، معلوف اكثر على الطبيعه، عم بياكل كل شيء من الارض. بيطلع عنا البيض جودته جدا عاليه وطعمته كثير طيبه، وطعمه الزنخه منه يعني منه عرضه للزنخه قد البيض يلي نحن بنجيبه من السوق. يلا عندي شريط اوكي، لكن رح نعمل عجة رح نحط بقلب البصل، البندورة، الكوسة والثوم نخفقها، رح نقليها هلأ هون مع شوية طحين تنعمل العجة، رح نتوقف للحظات مع البريك ونرجع لكم.
نصيبي شح يا شربيل. جد؟ بونجور إلي. بونجورين يا هلا. أكل صيامي بامتياز. مزبوط. أكل صيامي وهيك أفكار جديدة ومن حواضر البيت موجودة، مثل ما هون هلا عم بعمل هالعجة، عم بعمل عجة الكوسة والبيض، خلطت أربع حبات بيض مع ملعقتين طحين، بصل، بندورة، شوية كزبرة بقلبها، برشنا كوسة فوقها، عم نعمل العجة هلا قليناها، ما بدها شيء، بتعرف العجة بتاخد بس معنا دقيقتين بتكون مستوية. مثل ما شفت عملنا القرنبيط، القرنبيط بالطحينة ومقدمين حدهم هال الصلصة الطيبة يلي هي مبنية على الأعشاب، كلياتها أعشاب. الطحينة عملناها مع الليمون، مع عصير الليمون، وعندنا الباذنجانة يلي عملناها مع الزعتر والسماق المشوية بالفرن. وهلا عم نشيل هالعجة تنقدمها. يعني بدنا نقول إنه الأكل الصيامي منه محدود بالأكلات أبدا اللي نحن بنعرفها ومنعيدها كثير. كمان في اشياء بسيطه ممكن وخلطات صغيره بالصوص او بطريقه التحضير ممكن تغير كل الموضوع، كل الموضوع، كل الطعمه، يعني بتغير الطعمه كليا الي، خاصه انه لما تكون عم تعمل تحط شغله زايده، يعني مثلا عاده نحن العجه بنعملها بالبقدونس، هلا نحن هون لا عاملينها بالكزبره مع حص ثوم واحد، بتعطينا غير طعمه. الكوسه اكيد كثير معودين على العجه اللي يعني بنعملها بالكوسه كمان كثير طيبه. هلا بنصفهم هيك حد بعضهم هون على كمان خشبة تقطيع حلوة، ورح نقدم معهم صلصة الحر. فينا ما نقدم معهم صلصة حر أكيد، بس على طول منحطها للي بيحب يكون في عنده هيك طعمة طيبة من الحر، مثلي أنا أكيد. إيه بعيد عن الموضوع. بعيد عن الموضوع. يلا منحطها هون للحر، تديت الحر كلياتها سوا، شوية زيت زيتون معها. هودي ثلاث أكلات اليوم هيك سريعين. يعطيك العافيه شربت بجننه. الاحد موعد جديد معك مثل العاده. بدنا نقول صيام مقبول، واكيد فيكم تتابعونا مع شربت وجاد ودلال كل اسبوع، عم نجرب انه نعطي افكار حلوه للصيام واكيد طيبه كثير. بعد شوي بنكون مع سانتي، خليكم معنا.